من تعز. دكتور عبد الرحيم، إذا 6 أشهر على هذا تحرك في اليمن والنظام ما زال في مكانه، هل ما زالت الساحة والتجمعات في الساحات مجدية؟ لا، النظام ليس في مكانه، النظام في مكان آخر غير المكان الذي كان يقف فيه قبل 6 أشهر. الآن الجمعة 24 هنا في اليمن، وما زال الإصرار هو الإصرار، وما زالت الثورة هي الثورة، وجدوتها هذه الثورة لن تنطفي أبدا. هذا ما أكدته الأيام الماضية والشهور الماضية. لا يوجد أي تفكير ولا تتخالق إلى أنفس الثوار أدنى تفكير بأن الثورة هذه سوف تتراجع، وهذا ما أثبتته الأيام وأثبته الشهور الماضية. هذه الثورة انطلقت لكي تنتصر على الأنظمة والطغاة أن يسلموا بإرادة الشعوب. اليوم في هذه الجمعة 24 الشباب يقفون في نفس المكان الذي خرجوا فيه من أول يوم الثورة. هذا صحيح سيدي، بعد 6 شهور إذن الساحة ما زالت بالنسبة لكم هي الحل الوحيد، أو منها سيصدر الحل، ولكن أيضا لابد من التذكير ونحن في شهر رمضان أن هناك تململ، أو هكذا ينقل على الأقل في اليمن لدى عموم الناس، من أن هذه التحركات تؤدي إلى لها انعكاسات على الاقتصاد اليمني. اليوم في شهر رمضان هناك غلاء كبير في السلع، في المواد الغذائية، هناك شح في الوقود، هناك انقطاع للكهرباء وللمياه، كل هذا ألا يضعف من تحركات الثوار؟ على العكس من ذلك، الثوار ما خرجوا إلا لكي يصححوا هذه الاختلالات، وإذا كان هناك من انعكاسات اقتصادية ومعيشية وعقوبات جماعية على هذا الشعب فهي لا تأتي إلا من قبل النظام. على العكس، هذا يزيدنا أكثر إصرارا على أن نصحح هذه الاختلالات. وأصدق القول بأن شهر رمضان لهذا العام لا يختلف كثيرا عن شهر رمضان العام الماضي والأعوام التي قبلها، فهي تلك الطوابير التي تقف لاقتناء قناة الغاز، وهي تلك أيضا الطوابير التي تقف أمام محلات المواد الأساسية الغذائية. زد على ذلك في هذا الشهر فقط أن هذا الشعب اليوم يتلقى جرعة جديدة في زيادة أسعار المحروقات، وهذا ليس له أي علاقة بهذه الثورة. هذه الجرعة جاءت من النظام لكي يعاقب هذا الشعب لأنه خرج ضد هذا النظام. ما يزيد من 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 النظام دكتور عبد الرحيم، أو بسبب الشلل في الحياة العامة الذي تخلفه هذه التظاهرات، أو هكذا يقول النظام؟ الشلل الذي يتحدث عنه النظام يجب عليه أن ينهي هذا الشلل هو بنفسه. اليوم المدن تحولت إلى سكنات عسكرية، وهذا أيضا يؤدي إلى شلل. الكثير من أحياء المدن الرئيسية تتعرض إلى القصف، في صنعاء، في تعز، في أبيان، في أرحب، في نهم، هذه المناطق تتعرض إلى القصف اليومي. الشلل لا يأتي من المسيرات، على العكس، هذه المسيرات تثري هذا الشعب وتحرك فيه الدماء وتبعث فيه الروح وتجدد فيه النشاط. نعم، طيب، عكس من ذلك هذه القوات هي التي تصيب هذا المجتمع بالشلل. طيب دكتور عبد الرحيم، بدأت كلامك بالقول أن النظام في اليمن بفعل هذه التظاهرات المستمرة لم يعد في مكانه كما قلت. فعلا الرئيس اليمني ما زال في السعودية، هل أفهم من كلامك أنك لا تتوقع له أن يعود؟ صدقني يا سيدتي العزيزة، مسألة عودة الرئيس من عدمها لا تمثل بالنسبة للشعب الذي خرج إلى الشارع طالبا التغيير، لا تمثل له شيئا. فقد خرج هذا الشعب وخرج الشباب في أوج صحة هذا الرئيس، وهذا الشعب وهؤلاء الشباب لا يحملون حقدا شخصيا ضد شخص اسمه علي عبد الله صالح.
نحن نقر ونقول أن علي عبد الله الصالح هو مواطن يمني ولديه جنسية، ولا أحد يستطيع أن ينتزع هذه الجنسية. وإذا ما عاد إلى اليمن فليعد كمواطن، يعود إلى محبيه، يعود إلى أسرته. وهو ونظامه قد يرد على هذا الكلام بالقول إنه رئيس منتخب وما زال يتمتع بالشرعية ونظامه ما زال في مكانه. لا، هذه الشرعية سقطت من أول يوم خرج فيه الشباب إلى الشارع، هذه الشرعية سقطت من أول يوم سفك فيه الدماء، هذه الشرعية سقطت من أول يوم اعتدى فيه النظام بقوات بالأسلحة على هذا الشعب. هذه الشرعية الدستورية التي يتمسك ويتشبث بها النظام لم تعد قائمة، كما أن كلمة الشرعية الدستورية لم تعد ترهب الشباب، على العكس من ذلك الشرعية الدستورية الآن يجب أن تؤول إلى هذه الثورة. هذه الشرعية الدستورية الآن نحن نطالب بها. الشرعية الدستورية سقطت منذ أن مددة للمجلس النيابي والبرلمان لأكثر من مدته الحقيقية الذي انتهى سنة 2009. هذه الشرعية الدستورية تهالكت وتخلخلت ولم يعد لها وجود. الآن الوجود والرافعة الحقيقية لانتشال اليمن من هذا الوضع هي التسليم بأحقية هذه الثورة وسلميتها، والتسليم بحق الشعب في استعادة سلطته والحكم على هذه البلاد إلى أين تذهب وفي شكرا. اتجاه تتجه بوصلة. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي الدكتور عبد الرحيم السامعي، كنت معنا من تعز. أنتقل الآن إلى صنعاء.